ليفربول، عايز اخدك في مباراه الاسماعيلي والزمالك النهارده كابتن، بدايه من كره ضربه الجزاء والهدف اللي احرزه النادي الاسماعيلي محمود علاء، وده هدف تم احرازه بقى من خلال ضربه الجزاء باهر محمدي، رايك فيها يا كابتن؟ دي طب رقم خلينا واحد. نشوف الاول حاجه مهمه جدا، كان هناك لعبه في الدقيقه 19 او في الدقيقه 20 تمام. من الشوط الاول برضو كان هناك احتماليه وجود ركله جزاء. ابراهيم قعد شويه على الكونفيرم على مع حكم الفار محمود بسيوني. الحقيقه انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، ركله جزاء سهله جدا، سهله جدا، واقولها لك تاني، سهله جدا. ركله جزاء موجوده، العرقله موجوده، حازم امام لم ينجح حازم في لعب الكوره تماما، والعرقله واضحه لمهاجم نادي الاسماعيلي. اعتقد ان ركله الجزاء كانت سهله، واعتقد ان ابراهيم يعني او حكم الفار لو هو قال ابراهيم تعالى شوف كان يبقى افضل، لان انا بشوف وجود ركله جزاء صحيح 100% حرم منها النادي الاسماعيلي الحقيقه. طيب ضربه الجزاء بقى كابتن اللي تم احتسابها على نادي الزمالك، انا لا ركله جزاء صحيحه 100%، ركله جزاء صحيحه. تمام، انا حضرتك بتتكلم على اللي جات جون ولا الهيئه تم احراز منها الهدف اللي تم؟ لا ده هو بيتكلم على واحده تانية. لا بتاعت حازم امام دي اللي هو عمل تاكلم في أيوة. في دقيقه 19 دقيقه 19 انا فاكرها بس بتاعت محمود علاء اللي تم احراز منها الهدف دي ركله جزاء صحيحه. ما انا عايز برضو اخد رايه فيها بالظبط. انا قلت لعبه محمود علاء ركله جزاء المحتسبه هي ركله جزاء صحيحه، لكن في دقيقه 19 كان هناك ركله جزاء حرم منها النادي الاسماعيلي. صحيح، ركله جزاء صحيحه وسهله. انا عايز اقول انها ركله جزاء سهله، المفترض ان حكم الفار المفترض ان الالعاب اللي زي دي العاب جدليه، هو لو شاف من اول فيجن من اول زاويه كابتن محمد يا استاذ عصام، او هيلاقي ان حازم امام ما نجحش تماما في لعب الكوره، حتى الامبريشن بتاع حازم امام كان واضح ان هو عامل حاجه. فبالتالي كان لابد على مع حكم الفار انه يستدعي حكم اللقاء يشوف اللعبه بنفسه. لو كان انا في اعتقادي لو كان ابراهيم شافها بالطريقه دي كان هيحسبها ركله جزاء الحقيقه. طب ليه ابراهيم ما شافهاش اصلا ولا كله بقى بيستنى على الفار؟ هم قالوا له احنا عندنا مشكله كابتن عصام ان احنا كنا المفترض ان احنا جايبين الفار عشان يساعد، مش عشان خاطر احنا نقعد 90 دقيقه نستنى الفار. انت ما بتحسبش وتحط تبص تلاقي الحكام حاطه قضيه على ودناه وحاطه السماعات على ودناه وتقول للعيبه استنوا هنشوف، ده مش مفترض. المفترض طب ابرد الفار اتعطل، هذا ده مشهد يكسف. بس يا كابتن توفيق معلش انا عندي تعليق صغير، يعني احنا بنشوف في حالات في الدوري المصري بتاخد وقت اطول من كده بكتير جدا، ومع انها مش محتاجه اصلا، يعني بتبقى حالات سهله جدا ومش محتاجه كل الوقت ده. بنشوف اهو في دوري الابطال لما احتاجت حاله ان احنا نطول فيها طولوا، خدوا وقت اخذ تطويل. اللقطه رقم واحد، بتتكلم في ماتش انبي والاهلي مثلا، انا بتكلم في ماتش في كل ماتشات الدوري احنا بنقعد بالثمان والتسع والسبع دقائق بنراجع حاله سهله مش محتاجه. على الرغم ما اعرفش يا كابتن توفيق هتتفق معايا ولا لا، اللقطه قبل حتى ما بتروح للفار والكلام ده كله، اللقطه باينه من الوقعه بتاعه مهاجم الاسماعيلي، باين ان هو مش طبيعي، وقعه مش طبيعيه، فواضح ان فيها تدخل. الكابتن بيقول انها ضربه جزاء، المفروض ان كانوا ياخدوا وقت اطول من كده شويه يراجعوا الحاله وينادوا كابتن. انت عارف انا لما حد كلمني في اللعبه دي قلت له طب هو مهاجم الاسماعيلي وقع ليه؟ كان عنده فرصه يحرز هدف وكان هناك تنافس على الكوره، ولكن مدافع نادي الزمالك حازم امام لم ينجح تماما في لعب الكوره، وبالتالي في اللعبه لو شفنا تلاقي في عرقله برجليه اليمين على لقدم مدافع النادي الاسماعيلي، ركله جزاء موجوده وقرار حكم الفار قرار خاطئ تماما تماما تماما. واعتقد انه كان من الافضل انه يشير لابراهيم نور الدين او يتكلم ابراهيم نور الدين عبر الكوميونيكيشن يقول له تعالى شوف اللعبه، ده كان القرار الافضل. تمام، بشكرك كابتن توفيق، بشكرك سواء بقى في دوري ابطال ورايك في الكوره الخاصه ببنزيما، وايضا كل الحالات الخاصه بمباراه اليوم، مباراه الزمالك والاسماعيلي.